يقدم المركز خدمات علاج فيزيائية تهدف إلى تحسين الحالات الصحية والقدرات الوظيفية للمرضى. أول شيء المركز بقدم أول شيء تقييم المرضى والتشخيص، تقييم شامل لحالة المريض والرعاية الصحية له والقدرات الحركية له. مركز الخدمات فيه ممتازة، ابني ساعة اللي جبته لهون ما كان قادر جد على الحركة إلا يديه شوي كذا، بفضل من الله وتعب المعالجين والرعاية الطبية والاستشارة الطبية والمتابعة الطبية وصلت له المستوى هذا، أنه خلال شهرين أقل من شهرين صار يحسن يوقف على هذا الجهاز ويحرك رجليه وقدميه. المركز طبعا سعته 20 سرير، هدول 20 سرير هم مقسمين الى 10 ذكور و10 اناث. نسبه الاشغال دائما هي عندنا كانت 100%، لحتى في انه كثير من المرضى ما يقارب 32 مريض موضوعين على الشورت ليست، اي القائمه القصيره، هم متضررين ولكنهم بحاجه لدور حتى يدخلوا ضمن برنامج علاج فيزيائي المكثف اللي هو بيكون ضمن المركز.